السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم غنشارك معكم القرنبيط ولا الشيف لور مقلي، كيجي مقرمش بخلطة اللي هي بسيطة وبلا توابل وكيجي بنين. انا عندي الشيف لور، انا كان في الكونجيلاتور، الا بغيتو نشارك معكم كيفاش كنحتفظ به في الكونجيلاتور كتبوها لي في التعليق. هنا خديت الماء، غادي نحط الشيفلور في الماء بارد. كيف شفتوا الماء راه يلاه خديته من الصنبور، يعني راه بارد. اذا كان الشيفلور كونجي الاحسن نحطوه في الماء بارد قبل ما يسخن. غنزيد الملحه وغنزيد واحد الورق، واحد الورقه ديال الغار، ولا نقولوا احنا ورقه سيدنا موسى. ما تسجلش اللي هي المقطع ملي زدت فيه، ملي زدت ورقه سيدنا موسى. انا راه ما خليتوش تسلق بزاف، غير سخن الماء الغليه الاولى حيدته، لان كونجي يعني ما نخليوش حتى يتسلق بزاف الا كان كونجي. لما كانش كونجي طبعا راه كنخليوه حتى كيتسلق، غير ما تسلقش بزاف. انا باقي تابعو غنقليو. كيف شفتو راه الورق ورق الغار كزبان، ورق الغار على فكرة كيحيد لنا الريحة ديال الشيفلور لان الريحة ديالته مجهدة. هنا خديت شوية ديال الماء، يعني الماء على حساب شحال ديال الشيفلور عندنا، وبيضة كاملة، شوية ديال الملحة، وغادي ندير ملون ديال دامة الزعفران واحد شوية، مش انا بغيتو يجي شوية ملون ميجيش بيض. كنعتذر على صوتي، ضربني البرد. هنا كيف كتشوفو زدت الدقيق، يعني هاد الخلطة فيها غير الماء وبيضة والدقيق وشوية الملحة وشوية الزعفران، يعني شوية ديال من الضامة ديال الزعفران. طب هنا غادي نزيد فلفل حار مطحون، ممكن ديرو الفلفل الأسود، اللي ما تيبغيش الحار يدير الفلفل الأسود. هنا خليت هاد الخلطة حتى نشف شوية الشيفلور من الماء، يعني واحد 15 دقيقة بحال هكاك. الشيفلور بهاد الطريقة كيجي، منعاودش ليكم، تيجي بنين أو تيجي مقرمش، يعني كمقبلة تنرافقوه مع أطباق. انا هنا رافقته مع الدجاج في الفران. من الاحسن يكون الزيت سخون مزيان. انا هنايا ما خليتوش حتى سخن في الاول مزيان. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ديروا اشتراك في القناة، فضل ماشي أمر. شكرا. كيف كتشوفون حاولوا نلبسوا الشيفلور بديك
الخلطة ديال الطحين، جربوه بهذه الطريقة راه تيجي بنين، تجي بنينة هاد الخلطة بشيفلور. انا راه كليت شيفلور، عاد كان مونتي الفيديو لان كنت مريضة، الله يشافي كل مريض. مور هاد الوصفة غنحط لكم الوصفة اللي درت الكحة ولا نزلت البرد اللي هي فعالة. أنا دابا الحمد لله صحيت، بقات فيا غير شوية ديال البحة، غادي نحطها غدا، نتمنى تشوفوها. هذا هو شيفلور ولا قرنبيط، نشوفو كيفاش راه جا مقرمش. كيف قلت لكم انا غادي نرافقو مع طبق ديال الدجاج اللي درته في الفران. ما تنساوش ديروا لايك، شكرا على المشاهده. لايك هو اللي تطلع الفيديو.